تجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر. رجل سواق تاكسي، قصة دي نشرت في إحدى الجرائد في الحوادث، قصة عجيبة يعني. رجل سواق تاكسي شاورت له واحدة فلبينية عشان يوصلها المستشفى، هي كانت حامل وخلاص يعني ايه على وشك الولادة، فطلبت منه يوصلها المستشفى. وصلها المستشفى وطلبت منه رقم الموبايل بتاعه على اساس ان هو ايه لو احتاجت ان هي يعني ايه تتصل بيه يرجعها تاني البيت، يعني يرجعها البيت. قال لها اتفضل. راحت المستشفى ولدت وقالت لهم الولد دوت ابن سواق التاكسي اللي وصلنا. هي اصلا الولد ده كان جاي لها من الزنا عياذا بالله، فحبت تلبس الراجل ده في مشكله في مصيبه، فما كان منها الا انها ادت للدكتور تليفون السواق وقالت له لو سمحت اتصل بيه خليه يجي عشان ياخد ايه مراته وابنه كده. الدكتور اتصل عليه قال له حاجه تعالى عشان زوجتك ولدت خلاص. قال له زوجتي مين؟ قال له اللي انت وصلت. قال له من زوجتي دي زبونه. قال له ازاي يعني انت تنكر ابنك وتنكر؟ قال له والله العظيم ما هي زوجتي. قال له طب لو سمحت تيجي دلوقتي عشان ما نعملش محضر يبقى في مشكله والكلام ده كله، خصوصا ان هي كمان ايه خدت ايه رقم التاكسي وهتلبسه قضيه. فالمهم راح الراجل هو في غايه الفزع، وصل المستشفى دخل جوه فقال له دكتور اقسم لك بالله دي اللي زوجته ولا اعرفها. قال له يا سيدي يعني بتقول ان انت متجوزها عرفي ومش المهم مشكله. فما كان من الدكتور الا ان خطر على باله فكره، قال طيب هنعمل له تحليل ونعمل للطفل ده تحليل، ناخد نقطه دم من الطفل ونقطه دم من الراجل ده، ومن خلال التحليل ده والتحليل المعين بيعملوه في الطب وكده يعرفوا اذا كان الولد ده ابنه ولا مش ابنه. شوف المصيبه بقى. فالدكتور عمل التحليل وقال له ابشر فعلا الست دي مش زوجتك والولد ده مش ابنك. قال له عرفت منين؟ قال له ليه انت اصلا ما بتخلفش؟ قال له ازاي ما بخلفش؟ ده انا مخلف اربعه من زوجته بقى الاصليه بقى. قال له زي ما بقول لك كده والله التحليل اللي عندي بيثبت ان انت اصلا عقيم وما بتخلفش. الدنيا لفت بالراجل ده وراح لزوجته في البيت، بدا يتكلم معاها وبدا يدردش معاها وبدا يضغط عليها، فاعترفت ان اولاده الاربعه كلهم جم من الزنا من اخوه. فربنا يقدر انه يوصل الفلبينيه فتتهمه فتظهر براءته عشان تظهر خيانه اخوه ليه في زوجته، وبيربي اولاده الاربعه من سنين على ان هم اولاده وهم اولاد اخوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر وراح بالكفر.